بسم الله الرحمن الرحيم. حل الدرس الأول من كتاب برافو سنة تانية ثانوي 2023. هنا الوثيقة جاك باعت لليو والأوبجي الموضوع ديكرير إن فيل، يعني وصف المدينة. بيقول إيه جاك؟ بيقول جيم بوكو ما فيل نانت ستين تري بيل فيل، يعني بحب مدينتي، مدينة جميلة مدينة نانت. Les gens sont très sympas. Et يعني الناس كويسين قوي. Et elles aiment discuter pendant 10 heures. بيتناقشوا، يعني بيحبوا يتناقشوا أثناء أو خلال لمدة ساعات يعني. Dans mon quartier à Nantes, on prend le vélo. يعني بناخد العجلة. Il y a des pistes cyclables et des rues piétonnes. في ممرات العجل والمشاة. Le soir, on va au restaurant pour manger et puis on va au cinéma. C'est très amusant. Soit là, ouais. Dans ce document, Jack discute les problèmes de sa ville. Voilà, décrit son quartier. Voilà, parle de ses gouttes. Voilà, parle de son emploi de temps. طبعاً هنا هو وصف الحي الساكن. يبقى نمرو بي. التانية جاك aime la ville de. جاك بيحب مدينة نانت إلى آخرة. ثلاثة، les habitants de Nantes sont، بيكونوا جانتي الأولى. جاك va au cinéma، بيروح السينما. هو قال فوق إيه بيروح السينما إمتى؟ ها؟ ركزوا معايا. نرجع قال le soir. Le soir يعني بالليل. يبقى هنا الإجابة تبقى الأخيرة le soir. تمام. الوثيقة الثانية، Je m'appelle Youssef, j'ai 17 ans, j'habite au Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Et mon quartier est moderne. يعني اسمي كذا وعندي كم سنة وبسكن في القاهرة عاصمة مصر وحي ساكني رائع. Il s'appelle El Maadi, il est loin de la gare. يعني بعيد عن المحطة سنترال الرئيسية أو المركزية يعني. Dans mon quartier, il y a le parc El النزهة، يعني في الحي الساكن في يوجد منتزه النزهة. دان سو بارك، في المنتزه ده لي زونفون سي برومين بيتنزهوا توت لا جورني طوال اليوم. اليا اوسي دي بيست سيكلاب، في ممرات عجل اي دي ري بيتون وممرات للمشاة. مون كارتيي سي سوبر، يعني الحي السكني ده رائع. هنا يوسف اكيد بيتكلم عن ايه؟ عن سون كارتيي اللي هي نمرو سي. الثانية المعادي إلو نوم، طبعا دان كارتيه اسمه حي سكني. ثانية يوسف نقط سون كارتيه، يوسف نقط الحي السكني. يوسف ام بيان بيحب الحي السكني الأولى. لو بارك النزهة اي، يعني منتزه النزهة ده بيكون ايه؟ هو بيقول يوجد في الحي السكني. يبقى الأولى دان لو كارتيير المعادي، في الحي السكني الخاص المعادي أو اللي اسمه المعادي يعني. الوثيقة الثالثة بيقول بونسوار جو تكري بور تو ديكرير مون كارتيير، بوصف لك حي سكني. جابيت افيك مي بارون دان لو كارتيير الزهور، يعني أنا بسكن مع والدي في حي الزهور. À l'est de Caire, في شرق القاهرة. Ils sont professeurs au lycée de ce quartier. هم مدرسين في الحي السكني ده. Je suis fils unique. أنا ولد وحيد. Pour aller au centre-ville, عشان نروح وسط البلد. On prend le bus. بناخد الأوتوبيس. Il y a une place. يوجد ميدان. Un rond-point. يعني دوران. Et des pistes cyclables. وممرات عجل. Mais il n'y a pas de zoo. ما فيش جنينة حيوانات. دانس دوكيمو علي، في الوثيقة دي علي نمرو سي بيوصف الحي السكني. اتنين علي بران، علي اخد هنا ايه عشان بياخد ايه عشان يروح وسط البلد؟ الاوتوبيس طبعا اللي هي الاولى. علي ابيت دان زان كارتيه، يسكن داخل حي سكني ايجيبسيان يعني مصري. تمام. بعد كده دان لو كارتيير الزهور، يعني في حي سكني الزهور ده لا يوجد زو. الأخيرة الوثيقة الرابعة،
سالو جو مابيل ساندرا جابيت دون ان غران كارتيي اسكن في حي كبير دون مون كارتيي اليا ان كافي في الحي ده يوجد قهوه ان كلوب اي ان ليسي ونادي ومدرسه ان يا با دو سينما ما فيش سينما با دو تياتر ما فيش مسرح جو في او سينما او سونتر فيل بروحوا السينما وسط البلد شاك فوندردي اون بيس مي جو في ا مون ليسي ا بيي بروح المدرسه على الاقدام. واحد ساندرا ديكري هنا ساندرا بتوصف ايه الحي السكني اللي هي الاولى. اتنين دان لو كارتييه دو ساندرا يعني داخل حي سكني يوجد لا يوجد ايه ان يا با لا يوجد ايه كافيه ولا تياتر ولا كلوب ولا ليسي. هنا قالت في كافيه وفي كلوب وفي ليسي يبقى ما فيش تياتر التانية. تلاتة ساندرا فا او ليسي ساندرا بتروح المدرسة ازاي ابيه الى اخيرة. واربعة ساندرا فا او سينما بتروح السينما كم يوم في الاسبوع شاك فاندريدي بيروح السينما كل جمعة وما دام كل جمعة يبقى انفوا الاولى مرة واحدة. الوثيقة الخاصة بالازهر واحد سلوكيمو ايه الوثيقة اللي بتكون اكيد تبقى ابل تليفونيك يعني ابل تليفونيك يعني محادثة تليفونية عشان بدأ بكلمة الو. اتنين فيريجين اورجانيزين فات فيريجين بتنظم حفلة فين هي بتقول فوق الو اندري لافيت كومونس تشي انت فين جو سوي دوفان لو بارك دو لاغور افيك ما سور ميشيل vous êtes perdu oui quoi faire allez tout طبعا هنا يبقى في البيت بقى اهو هو الشارع كذا في البوسطه جابي انا اسكن في يبقى انا في البيت يبقى على ميزون الاولى. وثلاثه فيريجين ابيت تسكن هنا بتقول لها allez tout droit ابرني لا ريو دو لا بوست ا غوش شارع البوسطه يبقى هنا شارع البوسطه اللي هي الاخيره. فري او فو يعني صح وغلط. فيريجين ديكري سافيل ا اوديري بتوصف المدينه لا ما وصفتش المدينه يبقى هنا فو غلط. اتنين اوديري نيا با دو سور اوديري ما عندهاش اخوات غلط عندها ميشيل. ثلاثه فيريجين اي بيردي فيريجين تائها غلط. التالتة التانية هي اللي ايه اللي تلاقيها يبقى هنا التلاتة غلط. المواقف تنامي تو دوماند بوركوا تي اي دو موفيز هيمور يعني صديقك سألك انت ليه مزاجك سيء كاسكو تي دي هتقول ايه اكيد هتبقى هو هنا اختيار اتنين يبقى نمرو سي ونمرو دي متأخر وعندي امتحان رياضة. اللي بعديها رقم اتنين تي دوماند ا تون امي كومون تيل سو دي بلاس اون فيل تسأله ازاي بيتنقل في المدينة هيقول ايه. الأولى جي بروندر لو مترو ياخد المترو و نمرو سي جو دي بلاس اون فواتير او سي. تلاتة تو انفيت ان كوبان ا ان فيت كاسكو تي دي انت بتدعو صاحبك لحفلة هتقول ايه. J'invite tous mes copains à la fête. Et bien, l'oula. Et numéro B, je t'invite à ma fête d'anniversaire. Et bien, l'oula A ou B. Là, il y a l'oula, n'est-ce pas? J'invite, mais je t'invite. Ah, j'invite. Je vais dire à l'ashabi. Je ne vais pas dire à l'ashabi. Je vais dire à l'ashabi. Là, il y a l'akhira. Mon anniversaire, c'est le 7 mai. Je t'attends. عيد ميلادي يوم 5 يوم 7 5 انتظرك يبقى نمرو بي ونمرو او. 4 تي ديكري تون كارتيي ا تون كوبان كاسكو تي دي يعني بتوصف الحي السكني. اول واحده غلط نمرو بي غلط نمرو سي صح كده جابيت دونزان كارتيي كال بس كن في حي هادئ. ونمرو دي اللي هي دامون كارتيي اليا ان بلاس اي ان بيست سيكلاب يبقى نمرو سي ونمرو دي. خمسة تي انديك ان تورست لليو دو ميزي يعني بتوضح لسائح مكان المتحف هتقول ايه. الاولى لو ميزي ادرير لاجار يعني خلف المحطه.
وبعد كده هتبقى نميرو دي اللي الوان دي سي بعيد عن هنا بران ان تاكسي خد تاكسي ستة تي دوماند ان كوبان كومونت يلفا او بارك تسأل صديق كيف يذهب للحديقة كاسكيل دي هيرد يقول ايه لو بارك اي بري دو ما ميزون غلط جي مالير ابيي جو في او بارك افيك مي فامي ما فامي جو برالو مترو يبقى هنا انت لما تساله كيف يذهب الى المنتزه فهو بيقول نمرو بي بحب اروح على الاقدام واللي تحتها نمرو دي يبقى بي ودي باخد المترو سبعة pour demander à ton père l'emplacement de la voiture qu'est-ce que tu dis تسال ابوك عن مكان العربيه هتقول له ايه الاولى tu gares ta voiture gare يعني تركن بتركن العربيه فين واللي تحتها وي لا فوتير في العربية يبقى او سي تمانية تي كونسي تون كوبان كي فو الير وليسي افيلو تنصح صاحبك اللي هياخد العجلة اكيد الاولى برون لا بيست سكلاب خد امشي في ممر العجل ونمرو دي نيرو البافيت ما تمشيش بسرعة او دي تسعة تي تنفورم بتستعلم سير لو تيم دو لافيت عن موضوع الحفلة هتقول ايه يبقى الاولى كليلو تيم دو لافيت واللي تحتها نمرو سي لو تيم دو لا فيت سي كوا 10 توم بيتي فرير تو دوماند او لي بييتون مارش يعني اخوك سالك اين يمشي اين يمشي المشاه المشاه اكيد بيمشي على ممر المشاه يبقى هنا نمرو بي المارش سي لو تريتوار بيمشي على رصيف واخر واحده سي لو باساج بيتون على ممر المشاه 10 او 11 تونامي تو دوماند لي ليو دو لا فيت صاحبك سألك عن مكان الحفلة كاسكيل دي هيقول ايه يبقى الاولى ولفت اين تكون الحفلة والاخيرة تي فات تون انيفرسير او تحتفل بعيد ميلادك فين ايه موقف الازهر تي دوماند ا تون امي بوركوا الي اون روتار بتسأل صديقك ليه متأخر هيقول اكيد التانية جي سوي بيردي انا تايه اتنين توم بيتي فرير تي دوماند كومون تي تروف لا ري كيف تجد الشارع تدي هتقول ايه كيف تعبر الشارع هتقول جو مارش سي لو باساج بيتون الاولى بمشي على ممر المشاه ثلاثة بور ديكرير تون كارتيه بور ديكرير تون كارتيه لكي تصف الحي السكني طبعا يا جماعه اكيد في ناس في رقم 2 بيقول لك انت مش على رصيف ما انت لو مشيت على رصيف مش هتعدي الشارع تلاتة بور ديكرير تون كارتيه توصف الحي السكني هتقول ايه؟ الأخيرة كلم أربعة تي دوماند أن كوبان كومونت يلفا أو بارك إزاي بيروح البارك هيقول ايه؟ الأخيرة بياخد الأتوبيس خمسة تي دوماند بتسأل صاحبك بتطلب منه وصف الحي السكني تي دي هتقول ايه؟ نمرو بي مون كارتيه إجران حي سكني كبير ستة تي أنديك أن باسون لليو دو لاغار بتوضح لمار مكان المحطة هتقول ايه هتقول التانية ايه لي بري دو بارك قريبه من الحديقه وسبعه تون كاميرا تي دوماند كومون تي تي دي بلاس اي كيف تتنقل في المدينه هتقول ايه اكيد نمرو بي باخد الاتوبيس نروح لجرامير تيبه الاولى هتاخد المترو تمام اتنين ميزامي التانية عشان تصريف الفعل تلاتة ايل ال التالتة او ان تي اربعة عليم واي يبقى الاولى او ان اس بس لا ثواني في كذا او ان اس يبقى لازم نقراهم كله عليم واي نقط سي يبقى هنا بيمشون الاولى على ممر المشاه خمسة دينا نقط لاري الشارع عبرت الشارع الاولى ستة لبيتو المشاه نقط فيرلو بارك التالتة او ان تي سبعة لوبيس تورن الاخيرة التمرين التاني جو التالتة طبعا اتنين التانية بران لوبيس تلاتة فو يبقى وزيت التانية اربعة نو يبقى والناس الاخيرة خمسة فو يبقى وزيت هنا بقى بيقول كاسك توم فرير اتوا بريني بتاخدوا ايه عشان تروح الاستاد يبقى التالتة
و4 و6000 فواتير. التانية طبعا و بتلف شمال، يعني عربية تلف شمال. و7 لافيت كومونس، الحفلة هتبدأ الساعة كذا. التمرين اللي بعد كده التالت، لو كليب الوا دو مذكرة الأولى، 2 ميزي مذكر الأخيرة، 3 بلس تحرير مؤنث التالتة، 4 ايكول متحرك التانية، 5 فواتير مؤنث التالتة، 6 بيست سيكلاب لمؤنث الأخيرة، 7 هنا في صفة ملكية يبقى ناخد التانية دو، 8 أوتوبيس متحرك يبقى الأخيرة، 9 ستاد مذكر الأخيرة، جار مؤنث التانية، وتواليت جامعة التالتة. التمرين الرابع، لفوي سون، الأوراق سون بتكون نقط لبيرو، الأوراق أكيد على المكتب التانية. لسكوتير إي بري دو التالتة، وتلاتة لو بارك إي، هنا مفيش حاجة يبقى ناخد التالتة عشان إيه فيها محدد أكوتي دو. أربعة لو سينما إيس أونتر الأولى عشان في مكانين بعديها. خمسة لو ليسي إي دوفان عشان جت معرفة، المدرسة بتكون قدام البنك. ستة لي فواتير سون، العربيات بتكون نقط لاري بتكون في الشارع الأخيرة. سبعة لابوست إي، البوستة بتكون التانية خلف المدرسة. وتمانية نقط أكيد هتبقى دون مون كارتير التالتة داخل حي السكن. التمرين الخامس، كومون تنفا أستاد التانية. 2 كومو اي لافيت الاولى، 3 اكي الثالثه ملكي مين الكتاب، 4 اكيلور الساعه كام تبدا الحفله، 5 اوفاتي الاولى اين تذهب، لا طبعا كومون فاتي على جار، ازاي تروح المحطه الثانيه، 6 اكي الثالثه ملكي من، 7 اوفاتي اين تذهب الثالثه، 8 كل المؤنثة الثانية، 9 كومبيان دو بيرسون كم عدد الأشخاص الثالثة، 10 كومو الثانية، 11 اسكليا لا هتبقى الأخيرة كاسكليا ما زي يوجد، 12 كل الثالثة المذكرة، و13 الحفلة لا فيت دو فيكتوار حفلة دو فيكتوار اي كان الأولى هتكون إمتى. تمام، 6 كل بيستي بران الاولى، واثنين دول سي ابري دو التانية عشان ما فيش ايه عشان في صفات ملكية، ثلاثة سون المؤنث المذكرة عشان بدو متحرك عشان مذكرة اصلا، اربعة كيل الاخيرة مذكر، خمسة لو ريستوران اي دوفان لاجار الاخيرة، ستة الى بيت لوان دي جامعة التانية، سبعة بور علي على بوست اون تورني الاولى اجوش بنلف شمال، 8 لوبيرا اي اونتر الاخيره، 9 ميشيل ابيت اكوتي دو، 10 لوتوبيس اي اجوش دي الجمع الاولى، 11 نو افانسون الثانيه، 12 مون كوبا اي بيردو الاولى، و13 مافيل اي سوبر مدينتي مؤنثة تبقى سيبيغ عشان تنفع مذكر ومؤنث. الإيميل بيقول تي أبيت أو ساكن فين؟ نقول له جابيت أو أو أمينيا مثلا. كومو إي تافيل؟ إلي سوبيغ إنها رائعة. إي كيس كيل يا دان تون كارتييه؟ إليا دي ليسي إي أن أوبيتال. يوجد مدارس ومستشفى. اللي بعد كده وي تافيت؟ فين الحفلة؟ على ميزون. أكيلور؟ الساعة كام؟ كومونس لا فيت يبقى لا فيت كومونس اسيتور تبدا او فانتور الساعه 20 مثلا. كي تي انفيت على فيت جانفيت ميزامي هدول اصحابي. بس كده الايميل والموضوع بقى سيبكم تحلوهم انتم، وبعد كده ان شاء الله انزلهم في فيديو تاني باذن الله عشان اديكم فرصه تحلوهم. السلام عليكم.